خلي معنا نستقبل على الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والاستثمار. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الرحمن. أستاذ عبد الرحمن تسمعني؟ الله يحييك أخوي علي ويحيي ضيوفك الكرام. أسمعكم. أهلا وسهلا. من هي الجهات المعنية بالرقابة على التجارة الإلكترونية؟ طبعا وزارة التجارة والاستثمار لديها إدارة كاملة مختصة بالرقابة على المتاجر الإلكترونية. في عام 2018 فقط تم استقبال أكثر من 19 ألف بلاغ. كانت هذه البلاغات متنوعة ومختلفة الشكاوى. نقدر نصنفها نقول المنتجات الإلكترونية كانت 56% من الشكاوي، الأدوات الكهربائية 14%، الملبوسات 13%، الإكسسوارات نسبة شكاواها 9%، مستحضرات التجميل 8%. أبرز المخالفات اللي كانت على المتاجر الإلكترونية كانت سحب المبالغ دون الحصول على الطلب، أيضا سحب مبالغ أكثر من الطلب اللي طلبه المستهلك، أيضا فيه عروض غير حقيقية، عدم الاسترجاع أو الاستبدال للسلع اللي شراها المستهلك، أيضا عدم صحة الإعلان وتأخر تسليم المنتجات. هذه أبرز المخالفات اللي كانت في 2018 على المتاجر الإلكترونية. نعم، طيب إيش أبرز الضوابط والإجراءات اللي تم اتخاذها وخلت المناخ أفضل؟ يعني خلنا نتكلم في البداية على منصة معروف. منصة معروف هذه هي المنصة الموحدة للمتاجر الإلكترونية اللي هدفها الأساسي تعزز الثقة بين المشتري والبائع. الوزارة دائما تنصح المستهلكين أنهم ما يشترون من أي حساب، لأن نعتبرها حسابات مجهولة، إلا إذا كان عنده أمرين. الأمر الأول يكون مسجل في معروف أو عنده سجل تجاري. الحمد لله كان هناك استجابة كبيرة. الآن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في معروف أكثر من 27 ألف متجر، تشمل أكثر من 15 نشاط. أيضا من ضمن الضوابط اللي سوتها الوزارة لتمكين التجارة الإلكترونية وحفظ حقوق المستهلك فيها، مركز البلاغات الآن فيه ضباط اتصال على مدار الساعة مع جميع المتاجر الإلكترونية. أيضا الأعمال الرقابية مستمرة في إدارات الوزارة على كافة المتاجر والعروض التي تقدمها. أيضا ضمن الهيكل الجديد الوزارة استحدثت مركز خاص بالتجارة الإلكترونية. وما ننسى نقطة مهمة أخوي علي وضيوفك الكرام، لا يوجد لدينا في المملكة حتى الآن نظام للتجارة الإلكترونية. الحمد لله كان السعي حثيث وتم إجراء ورش عمل ولقاءات ونقاشات، واستخلصنا أفضل الأنظمة والتجارب العالمية، ونظام التجارة الإلكترونية انتهى من مراحله النهائية، وخلال الأشهر القريبة القادمة بإذن الله سيصدر نظام التجارة الإلكترونية، وسيكون هذا النظام معزز ومحفز لهذه التجارة ونموها، ويدعم أنشطتها طبعا ويعزز من تعاملاتها والثقة فيها بإذن الله. نعم، طيب ما هي نسبة نجاح الوزارة في القضاء على عمليات الغش التجاري الإلكتروني بصراحة؟ طبعا عمليات الغش التجاري مستمرة وموجودة. الغش خط أحمر لا يمكن تجاوزه ولا يمكن أن نتغاضى عنه. الرقابة صارمة في هذا الجانب، يطبق على كافة المتاجر، يطبق عليها الأنظمة الخاصة فيها إذا كانت مخالفة لنظام الغش التجاري أو نظام العلامات التجارية أو حتى نظام البيانات. العقوبات تصل إلى مليون ريال غرامة، إلى 3 سنوات سجن، إلى شطب السجل، إلى التشهير. هذه العقوبات تطبق على كل مخالف. أحد المتاجر الإلكترونية لم يلتزم بالأنظمة والشروط الخاصة بالوزارة، تم الرفع إلى الجهات المختصة وتم حجب الموقع وتم أيضا إيقاف التطبيق الخاص به حتى امتثل للأنظمة وحفظ حقوق المستهلك وتم إعادته مرة ثانية. طيب أستاذ عبد الرحمن، العقوبات هذه المليون ولا 6 سنوات سجن، من يقررها؟ يعني هاي تأتي يعني تطبق بحكم قضائي ولا أنتوا خلاص من عندكم؟ العقوبات كما نص عليها النظام، إذا احنا نحكي في الغش التجاري مليون ريال و3 سنوات سجن وليس 6. التقليد 2 سنين سجن ومليون. نظام البيانات التجارية مليون وسنة سجن. هذه العقوبات بحدها الأعلى وردت في النظام، لكن تطبيقها والنص على العقوبة تأتي من الجهات القضائية. يعني قد يحكم القاضي بأقل من الغرامة المحددة بسقفها الأعلى في النظام. نعم، طيب كم عدد المتاجر الإلكترونية اللي تم إغلاقها خلال العام الماضي؟ إحنا عندنا ضمن المتابعة تقريبا الربع الأول بس من عام 2019 في تقريبا حسابات اللي أغلقت اللي يتابعونها أكثر من مليون متابع، حوالي 30 حساب تروج المنتجات مغشوشة، تضمنت المخالفات طبعا أنه عطورات، مستحضرات، خلطات تجميلية ومنتجات تخسيس وغيرها. لكن يا أخوي علي عشان نكون صريحين، مواقع التواصل الاجتماعي للأسف السيطرة عليها صعبة، وكلكم تعرفون هذا الشيء. حتى الجهات المتطرفة للأسف أصبحت تملك حسابات في هذه الجهات.
والرقابة صعبة عليها. دائما احنا نعزز هذه الرسائل التوعوية ونكررها، نحذر من الشراء من اي حساب لا يوجد لديه سجل تجاري ولا يوجد لديه تسجيل في معروف، نحذر من الشراء منهم، لان في حالات نصب واحتيال كثيرة تقع من الحسابات المجهولة. يجي حساب يحط له صورتين للشنط، يحط له صورتين للكريمات، يحط له صورتين لاي منتجات اخرى وينخدعون فيه الناس، يقعون تحت طائلة المحاسبة النظامية، كيف يحول اموال لحسابات مجهولة؟ فجأة بعد ما يطلب من هذا الحساب المجهول يختفي الحساب ورقم الواتساب اللي يتواصل معاه يعطيه بلوك. كيف تضمنون ان هذا الحساب اللي تحولون له فلوس هو حساب صادق؟ قد يكون حساب متورط في تمويل عمليات ارهابية. لذلك احنا نجدد التحذير ونكرر عدم التعاطي مع الحسابات في مواقع التواصل التي تدعي انها تبيع سلع ومنتجات. فقط تأكدوا ان لديه سجل تجاري او مسجل في معروف فقط. طيب قبل لا تغادرنا، انتم عندكم ملاحظات على وزارة التجارة؟ عبد الرحمن ممكن يجاوب. انا حقيقة عندي نقطتين. النقطة الاولى، ودي انه يكون بحكم ان الوزارة هي اللي تتلقى البلاغات، اتمنى ان الوزارة يعني تضع في الاعتبار ايجاد قاعدة بيانات تقيم المتاجر الالكترونية من خلال البلاغات اللي تجي. يعني انا الان كمستهلك ودي اعرف وش المتجر اللي عليه بلاغات كثيرة وعنده مشاكل، والمتجر اللي تعامله ممتاز وما عنده بلاغات، وإذا جاء بلاغ يعالجه بشكل جيد. نعم. الجانب الثاني، أنا شفت مشروع النظام، نظام التجارة الإلكترونية ممتاز الحقيقة، لكن كان ودي أنه يكون فيه مواد أو جانب منه يدعم التجارة الوطنية الإلكترونية، لأن احنا شايفين الحين المواقع الغربية يعني ماكل السوق، والتطبيقات الوطنية يعني خدماتها لا ما طيب. تستطيع أنها طيب يعني سيد عبد الرحمن تفضل. التقييم موجودة باستطاعة كل مستهلك قبل يشتري من أي متجر إلكتروني مسجل في معروف، يستطيع أنه يدخل على التطبيق ويرى التقييم، وكل من جرب وتعامل مع هذا المتجر يذكر تجربته، وهناك تقييم وتصنيف، فيستطيع أنه يجد أفضل المتاجر تصنيف وأقل المتاجر تصنيف وتقييم. 27,000 متجر كلها لها تقييم في منصة معروف. الجزئية الأخرى، المتاجر الوطنية لها اعتبار في مشروع النظام، وتم عقد ورش عمل مع كل الغرف التجارية ومجلس الغرف وكل من لهم صلة بالتجارة الإلكترونية على الصعيد الوطني، وتم الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وضمنت في مشروع النظام. طيب ماذا عن دعم التطبيقات الوطنية؟ هذه اللي كنت أقول لك عليه. مجلس الغرف هو اللي يمثل القطاع الخاص في المملكة، تم دعوته ودعوة الغرف التجارية أيضا في المناطق، وتم الاستماع إلى ملاحظاتهم وماذا يودون أن يطبق في هذا النظام، وعولجت الملاحظات وهي الآن تراجع الملاحظات، هذه في مراحلها النهائية. طيب.